أخذنا من قبل أوامر الرسم، خدنا أمبرلاين وعرفنا إزاي نستخدمه، وخدنا معاه أوامر الأوبجكت سناب اللي هي أوامر الالتقاط، خدنا الإند بوينت الالتقاط نهاية نقطة عنصر، والميد بوينت والانترسكشن والبربنديكول، وعرفنا القاعدة بتاعتنا مفيش تنشيل في شيفت كليك يمين. خدنا بعد كده دايرة، أمر دايرة اللي هو أمر سيركل، وعرفنا إن احنا ممكن نرسم دايرة عن طريق نص القطر والمركز، القطر والمركز، ممسين ونص قطر، ثلاث ممسين. وخدنا أدوات مساعدة للالتقاط معاها اللي هي سنتر وكوادرانت وتانجنت. خدنا بعد كده أمر آرك بيرسم كوس، وعرفنا إن هو بيقدر يرسم لنا كوس بدلالة كذا حاجة، ثلاث نقط، سنتر وستارت وانجل و و و و. قلنا إن احنا بالثلاث أوامر دول نقدر نرسم أي لوحة في الدنيا في زمن لا يتعدى 10 سنين. بس قلنا الكلام ده ويست. طب الحل؟ ليه؟ ما هو الآرك بترسم عكس عقارب الساعة. فأنت عشان ترسمه مع عقارب الساعة تديله الأنجل بالسالب. تديله الأنجل بالسالب. قلنا عشان نرسم الرسمة في وقت قياسي جدا لا يتعدى العشر دقائق لازم نستخدم حاجة اسمها أوامر مساعدة. نستخدم حاجة اسمها الأوامر المساعدة اللي هي أوامر موديفاي. طيب لو جينا نستخدم أوامر مساعدة، قبل ما نخش أوامر مساعدة أهم حاجة نعرف الخريطة اللي بنشتغل بيها. الأوامر المساعدة دايما تسألني سؤال محرج يقول لي select objects، اختار العناصر، سواء عايز تمسح يقول لك اختار العناصر عايز تمسحها، عايز تموت اختار العناصر عايز تموتها، عايز تنسخ اختار العناصر عايز تنسخ، حسب اي امر تجيبه يديك رساله يقول لك ايه يا جماعه select objects. قلنا select objects ليها خيارين وده الواضح قدامنا. في عندنا لو عايز تختار كل العناصر تقول له all، لو عايز تختار بعض العناصر تفرق هل هي عناصر متفرقة أو عناصر مجمعة. لو عناصر متفرقة بنختارها بالكليك الشمال، لو عناصر مجمعة تفرق معانا، احنا بنحدد له مستطيل، بنحدد له مستطيل بالماوس عن طريق اتنين كورنر فيه، ماشي يا جماعة، بنحدد جواها العناصر احنا عايزين نختارها. هنا تظهر مشكلة لو في عنصر جزء منه كان جوه الإطار اللي احنا عاملينه، هل ياخده ولا ما ياخدوش على حسب. لو انت شغال بنظام ويندوز اللي هو حرف ال W اختصاره بيختار العناصر التي تقع باكملها فقط داخل الاطار. اما لو انت كتبت له حرف السي كروسنج فبيختار العناصر التي يقع جزء منها داخل الاطار على الاقل. كلام كويس؟ ماشي؟ اول امر هناخده امر موف. امر موف من اسمه بيستخدم لتحريك العناصر. ادي امر موف اهو، اما من قيمه موديفاي تقول له موف، او في عندك ايقونه مرسوم عليها كروس كده عشان يحرك يمين وشمال، او تكتب له حرف الام اللي هو الموف. كلام جميل. عشان نحرك عنصر من مكان لمكان اخر يا جماعه لازم نحدد له حاجتين، حاجه اسمها بيس بوينت وسكند بوينت اوف ديسبيسمنت. تخيل عايز الكرسي، انا عايز احرك الكرسي اللي انا واقف عليه. جبت الراجل قلت له يا عم حرك لي الكرسي اللي انا واقف عليه. كرسي ايه اللي حرك لك ايه؟ قلت له كرسي. هيقولوا اول سؤال يسالوني لي اوديه لك فين؟ صح ولا مش صح؟ اوديه لك فين دي بقى؟ مش ينفعش اقول وديها له هناك. هناك دي معناها يرميها في الشارع. ان لو عايز اشتغل بدقه لازم اقول له وديها هناك بحيث ان رجل الكرسي الشمال تنطبق على النقطه اللي هناك اللي جنب الباب. صح ولا مش صح؟ يبقى انا يا جماعه علشان اودي انقل الجسم في مكانه المظبوط لازم احدد له نقطتين، نقطه على الجسم المنقول ونقطة في الحتة المنقول إليها. النقطة اللي في الجسم المنقول دي اسمها البيز بوينت.
بيز بوينت. النقطة الثانية اسمها سكند بوينت اوف ذيس بيز. بالظبط بالظبط. تعال نشوف الكلام ده كده مع بعض. في ايه بس؟ حاسينه صعب؟ مش عايز اجيب الديسكتوب بديل. شو ديسكتوب؟ مش عايز اجيب الديسكتوب. ديسكورد. وفي ناس غايبة النهارده؟ طيب ركزوا معايا. طيب ركزوا في كرامته. تعالوا نشوف الكلام ده في الاوتوكاد. تعالوا في الاوتوكاد ركزوا معايا ركزوا معايا. هنرسم شكلين. هرسم شكل عامل كده باين من غير خطيه بقت بيضه. ده شكل وده شكل تاني. هقول لكم ازاي نغير الخلفيه سهله كده. شايفين الشكلين دول؟ انا عايز دلوقتي انقل الراجل ده احطه هنا فوق. ركزوا معايا بقى. عايز انقل الراجل ده واخليه فوق راس الراجل التاني. شوف بقى عشان نفكر صح. ايه تفكير صح؟ انا دلوقتي واقف تحت كوماند مستني مني امر. انا عايز اعمل ايه؟ عايز انقل امر ايه اللي ينقل لي؟ مو واخد بالك لازم تفكر كده. انت عايز تعمل امر ايه؟ اصل واحد يقول لك ايه؟ بيز فين البيز بوينت؟ بيز بوينت يعني مش لازم تفكر الاول صح. ايه الامر؟ موف. اجيب امر موف سواء من قائمه موديفاي موف يجوز ايه او على طول هنا من الجنب كده اجيب موف اهو. راح الراجل مديني رساله سواء كان تحت او جنب الكيرسر كاتب لي ايه يا جماعه؟ كاتب ايه؟ سيلكت اوبجكتس. هروح جاي مختار الراجل ده كليك شمال كليك شمال. خد بالك كل ما اختار لا يكل ولا يمل. سيلكت اوبجكتس سيلكت ايه كمان؟ خد دي وايه كمان؟ وخد بالك اللي بيختاروا بينقطوا عشان يميزوا لك عن اللي ما اختاروش. يعني تجيب الفراش عشان ينضف لك تقول له نضف يقول لك اختار العناصر. تقول له الكرسي ده يروح مثلا بالسكينه ولا بشاكوش وروح كسره بحيث يميزه عشان لما يجي يمسحهم في الاخر يبقى ايه؟ عارف الكراسي اللي هو هيميزه. لا زال الرجل يعطيني رساله سيلكت اوبجكتس وانا عمال اختار له سيلكت. خلاص كفايه شكرا. او ازاي شكرا دي؟ انتر على الفاضي او كليك يمين. انتر على الفاضي او كليك يمين. انتر على الفاضي. راح سائلني رساله سبيسيفاي بيز بوينت. ركزوا معايا بقى. فين النقطه اللي هنقل الجسم بدلالتها؟ خد بالك بقى معايا. عشان تحدد البيز بوينت وما تتوهش ان في ناس بتتوه ده كان صعب جدا. اتخيل الجسم في مكانه الجديد. اتخيل الجسم شايفين الجسم اهو؟ اتخيله في مكانه الجديد. هتلاقي في نقطتين انطبقوا على بعض، واحده في الجسم المنقول واحده في الجسم المنقول اليه، صح؟ اللي في الجسم المنقول هي دي البيز بوينت، واللي في الجسم المنقول اليه هي دي السكند بوينت. يعني بص معايا، انا دلوقتي عايز انقل الراجل ده اطلعه هنا فوق، مش المفروض النقطه اللي تحت دي تنطبق على النقطه اللي فوق دي؟ صح ولا مش صح؟ النقطه اللي تحت دي المفروض تنطبق على النقطه اللي فوق دي، مظبوط؟ طب اخد النقطه دي امشن. لا، اما شيفت كليك يمين او تدوس اف 3. ايه اف 3 دي يا جماعه؟ اوبجكت سناب. صح ولا مش صح؟ اوبجكت سناب. مش قلنا ان الاداه المساعده للالتقاط دي يا جماعه ممكن اشغلها على طول الخط ان تدوس اف 3 تمشي بس ما تشتغلش كلها؟ بالظبط. طبعا خدوا بالكم جايه بلون اصفر يمكن مش باينه ولا باينه؟ باينه. ممكن نخليها بلون الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. options مش شغالة هنا. خيرا طب نبقى نغيرها بعدين، مش مشكلة دلوقتي. ثاني اختار النقطة دي. بص 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 specify second point. وشايف شايف شايف عامل ايه؟ بيتحرك من النقطة البيس بوينت. يعني انت لما قلت له انقل الكرسي بحيث ان رجل الكرسي الشمال تنطبق على، وسرحت شويه، فهو الراجل راح ماشي وماسك رجل الكرسي الشمال في ايده. واخد بالك؟ لان هي دي النقطه الايه؟ المهمه عنده. بالظبط. فين السكند بوينت؟ اهي دوس كليك شمال حطه لك فوق. على ثلاث اربع حاجات عندك. يعني هو الواحد اوتوماتيك. ماشي. الاند بوينت والميد بوينت كده حاجه بسيطه. نعم مش انا يا جماعه. انت بتختاره وتزوده ولا بتنقصه لو عايز حسب ما انت عايز. ما نشوف ازاي نزوده، مفيش مشكله. اقول لكم كلام سهل. طب بص بقى، انا عايز انقل الراجل ده من هنا. ركز معايا بقى، ركز معايا، ركز معايا. عايز انقل الراجل ده من هنا واحطه هنا، اعمل ايه؟ حد اختار ادوس بايدي بكليك شمال وكليك يمين. غلط غلط بيمين غلط. لازم اجيب الامر، لازم الامر، امر موف. سواء تجيبه من هنا او تدوس انتر على الفاضي عشان اخر امر كنت مستخدمه مين، او تدوس كليك يمين فيقول لك اول حاجه ريبيت موف. فهمتني القصه دي؟ اقول تاني يعني، لو دوس كليك يمين يقول لك ريبيت موف، اكرر ريداير زي الريداير في التليفون، اكرر الامر النمره السابقه. طيب هندوس انتر على الفاضي، جاب لي موف واداني رساله قال لي ركزوا معايا بقى. نقعد نختارهم واحد واحد، دي عمليه ممله. هكتب له دبليو وانتر، ركزوا معايا. هيقول لي الفيرست كورنر اهو، السكند كورنر اهو، واحد يقول لي حاسب حاسب. لا 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 مش حاسب، مفيش مشكله، لا غبار عليا. ليه يا عم الحاج؟ انك شغال بنظام ويندو. فالويندو بيعمل ايه؟ بياخد العنصر الذي يقع باكمله. فلو دوسنا هنا راح مختار الاربعه دول وما اختارش الاثنين دول. ما اختارهمش ليه؟ عشان مش واقعين باكملهم داخل الاطار. لا زال يعطيني رساله سيلكت اوبجكتس انتر الفاصل. بيس بوينت. واحد مش فاهم حاجه يقول لك هي دايما النقطه اللي تحت. غلط. انا عايز اجيب الراجل ده احطه الناحيه دي، يبقى البيس بوينت يمين يا جماعه، النقطه اللي على الشمال دي. وفين السكند بوينت؟ هي النقطة دي. غلط. ما ينفعش تقلب الشكل. الشكل ما بيتقلبش. أنا بحرك الكرسي زي ما هو، وشه الناحية دي يروح هناك لا زال وشه. باشمهندس بيسأل سؤال محرج، هنعمل أندو. يقول لك لو جبت أمر موف وقلت له دبليو إنتر واخترت دول كده. وقال البيس بوينت رحت واخد النقطة دي. وجيت اديت لهي النقطة دي. شفت ايه اللي حصل؟ ريليفش. لف دي بامر تاني، احنا دلوقتي في امر اسمه موف، بينقل العنصر بنفس التوجيه بتاعه، بنفس التوجيه. فهمنا القصه؟ فهمنا موف يا جماعه؟ فهمناه؟ ظريف؟ نقدر نجمع كده حاجه مع بعض، نقدر نجمع كده حاجه مع بعض يعني مع جروب زي اللي في الباور بوينت والحاجات دي. في طبعا، بس يعني ما يفضلش مش دلوقتي، ونقدر نرجعهم تاني. هناخده في الاخر خالص. لا لا ده في الاخر خالص، لان امر عسير شويه. بلوك في امر اسمه بلوك، بيجمع كذا حاجه مع بعض. ركزوا معايا، خدنا امر موف يا جماعه، ظريف. خد بالك بقى في نظام اخر للتحريك، تحريك العناصر مسافه معينه اكس وواي. يعني واحد قال لي ايه؟ بص بقى انا عايز احرك الراجل ده
2 سم يمين 3 سم يمين و2 سم لفوق مثلا. او لو احنا شغالين هنا بابعاد صغيره عايزين نحركه 100 100 يمين و50 لفوق. احنا لغايه دلوقتي نعرف ازاي نحركه مسافه يمين ومسافه فوق؟ لا ما عرفناش دي. احنا نعرف ان احنا نحركه ونوديه من مكان لمكان اخر بدليل ايه يا جماعه؟ نقطتين. صح؟ تعال نجيب الامر مره ثانيه. امر موف اداني رساله قال لي سيلكت اوبجكت، هكتب له سي وانتر. ركزوا معايا بقى، رحت معلم علامه هنا وجايب الكورنر الثاني هنا، وبعدين حاسب. احاسب ولا ما احاسبش؟ احاسب طبعا، لكن لو دوست دلوقتي هيختاروا، لازم اطلع فوق وادوس هنا. صح؟ يوم يختار الاربعه دول. فهمنا الفرق بين كروسنج وويندو؟ لا زال يعطيني رساله سيلكت اوبجيكتس. اعمل معايا يا جماعه انتر على الفاضي. عايز حد يقرا لي تحت المكتوب، يمكن الرساله فوق مش كامله، يمكن الرساله فوق مش كامله. انا عايز حد يقرا لي تحت سبيسيفاي بيز بوينت اور ديسبليسمنت. هكتب له 100 كوما 50 وين. هنا الراجل حصل له لبس في دماغه، انت اديته 150 صح؟ 100 كوما 50 دي ممكن تكون الاحداث في نقطه. مش هو الراجل قال لك اديني البيز بوينت او المسافه اللي هتتحرك بيها؟ فانت لما قلت له 100 كوما 50 حصل له لبس في دماغه، هي دي البيز بوينت. بص شوف 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 بص اتحرك ازاي؟ على اعتبار ان دي هي البيز بوينت. فاهمين؟ هو حصل له نقص في دماغه دلوقتي. ال 150 اللي انت بتتكلم دي بيز بوينت ولا مسافه اكس وواي؟ اللي يجاوب على اللبس واللي يفك اللبس ده السؤال الثاني. سبيسيفاي سكند بوينت اور يوز فيرست بوينت از ديسبليسمنت. فانت لو جيت دوست بالماوس كليك شمال في نقطه هيعتبر اللي انت دخلتها له في الاول هي البيز بوينت، اما لو دوست انتر على الفاضي يعتبر ان اللي دخلت في الاول هي الاساحات اللي المفروض تمشي. اقول تاني انا جيت اديته امر موف، قال لي سبيسيفاي بيز بوينت اور ديسبليسمنت، قال لي اسف سيلكت اوبجيكتس. رحت مديله ويندو ونختار الناس بتوعنا واديت له انتر عشان يخلص السيلكت اوبجيكتس. قال لي سبيسيفاي بيز بوينت اور ديسبليس، اديني يا عم البيز بوينت او ديسبليس، اديني حاجه ما عادش اشتغل. فجيت قلت له 100 كوما 50. 100 كوما 50 انا دخلتها دي يجوز تمشي على الاثنين صح ولا صح؟ ما هو النقطه ركز معايا، البيز بوينت ممكن اديها له بالماوس كليك شمال او اديها له احداثيات يجوز مش عيب. لكن هو يعرف منين بقى اللي في دماغك؟ هيدخل جوه دماغك ونشوف انت كان قصدك ايه؟ لا، السؤال الثاني بقى اللي يجاوب عليه. لما يسالك سبيسيفاي سكند بوينت، لو دوست له بالكليك الشمال على نقطه او اديته احداثي نقطه يفهم ان الاولانيه كانت بيز بوينت، يبقى انت عايز تشتغل بنظام البيز بوينت والسكند بوينت والديسبليسمنت. اما لو دوست له انت على الفاضي لما سالك السؤال الثاني يفهم ان الاولانيه اللي انت دخلتها له ايه؟ الازاحات، فيروح ما يزحها لك ازاحه. لا، الازاحه اللي اتحركها دي هي حركه كل نقطه من نظيرتها. يعني ايه؟ يعني انت لو شفت المنظر القديم والمنظر الجديد تلاقي ان الكورنر اللي تحت الشمال اللي تحت اتحرك 150، الكورنر الشمال اتحرك 150، مش فارقه. كل النقط اتحركت 150. فاهمني؟ حركه نسبيه. مش واضح. وضحت؟ فهمني يا جماعه؟ طيب ندخل على الامر اللي بعده. امر اسمه كوبي. كوبي، تخيل كوبي يعني ايه؟ نسخ. كوبي يعني نسخ. زي موف بالظبط. بالظبط تيبيكال. بس الفارق ان موف هو كرسي واحد معاك عمال تحركه. كوبي بيعمل لك منه نسخة أخرى وأخرى وأخرى. بنفس الحيثيات. بنفس
الحيثيات. الشكل بتاعه عامل كده، الدايرة تبقى دايرتين، شايفين؟ شايفين المنظر؟ الدايرة تبقى ايه؟ دايرتين. تعالوا نشوف الامر كده مع بعض. بصوا بدل ما احرك الراجل ده احطه الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي، انا عايز اخلي المنظر جميل، اخده مره احطه هنا وكمان مره هنا وكمان مره هنا. هنجيب امر يا جماعه كوب اهو، شايفينه؟ كوب سيلكت اوبجكتس، يا دي سيلكت اوبجكتس، دبليو انتر واختار سبيسيفاي بيس بوينت اهي، سكند بوينت اهي. تلاحظ ملحوظه ان هو عمل ايه؟ نسخه صح ومسح، ما حذفش القديم ده. خد بالك الحته الجميله دي بقى، قال لك سبيسيفاي سكند بوينت تاني، عايز تحط فين تاني؟ فممكن واحد يجي يحطه هنا، عايز تحطه فين تاني؟ هنا تاني. خلاص كفايه كفايه دي، اقولها ازاي؟ انتر على الفاضي. عايز احط، شفت بقى حته شفت بقى، شفت سؤالي بيقول ده بقى؟ بيقول لا، طب انت خرجت ليه؟ ما كنا نزلناه تحت. اقول لك لا، عشان ننزله تحت لازم اغير البيس بوينت، فلازم اخرج من الامر وادخل جوه تاني ويسالني سيلكت اوبجكتس، اختار العناصر ويسالني على بيس بوينت، اديله بيس بوينت جديده وسكند بوينت جديده حسب ما انت عايز. ودي له انتر في النهايه وادخل جوه تاني الامر تاني، ركز معايا ركز معايا، وادخل جوه الامر تاني سيلكت اوبجكتس ويندو واختار كده وانتر، فين البيز بوينت؟ اهي السكند بوينت، اهي 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 حسب ما انت عايز. قال لي نيكست بوينت، رحت مديله انتر على الفاضي. لا ما انا بشيل الماوس، انا عايز اخد قرار ممنوع الخروج من المحطه صح؟ ما انا عارف، ما انا عايزين بعد كده من الريست اللي ناخده تعملوا فيه نفسكم فيه تاكلوا وتدخلوا الحياه وتعملوا نفسكم فيه كله، لان كده بيحصل ديستربنس، واللي بيجي هو امين فين؟ انت دوست على ايه بقى؟ مش عارف صح ولا مش صح؟ لا انا اخذ قرار ان كل واحد يخلص اللي نفسه كله في ريست صح؟ ماشي؟ طيب فعملنا، يبقى شفنا امر مون ازاي ان احنا نقلنا العناصر، شفنا امر كوبي عمل ايه؟ اسمه كده يا باشمهندس، اسمه كده احمد؟ يبقى ايه؟ ماشي معاك. يبقى امر كوبي يا جماعه بيعمل ايه؟ امر كوبي بيعمل ايه يا جماعه؟ بينسخ العناصر. لا امر كوبي بينسخ العناصر مع الاحتفاظ بتوجيهها ومقاسها. ندخل بعد ذلك الى امر اخر. طبعا واضح ان انا هنا، واضح ان انا هنا يا جماعه، يا ريت بلاش كلام يا جماعه، صدقوني يعني اللي بيتكلم اولا بيشتت تفكيري، ثانيا هو نفسه يجي بعد كده يقول الله في ايه؟ مين؟ كان في ايه؟ طب الحته دي تاني، طب الحته دي تالت، مش كده يعني؟ ماشي؟ ينفع؟ يجوز؟ تديله احداثيات وكوما والكلام ده؟ ناخد الكلام ده دلوقتي ونشوفه. حضرتك يا باشمهندس احنا خدنا قرار عشان بس ايه؟ ديستربنس والناس بيفوتها حاجات في الخروج، قلنا ان احنا الناس تخرج في وقت الريسك فقط. ماشي؟ شوفوا بقى الحته الجميله اللي جايه دي. ايه ده؟ نقول دلوقتي. عايزين نرسم، شوفوا الحته الغريبه دي، الحته الغريبه دي. عايزين نرسم قاعه زي اللي احنا قاعدين فيها تحتوي على 20 ديسك بيبنى، وقدام كل ديسك كرسيين. سيبوا نشوف نعمل ايه؟ نعمل واحدة وكرسيين. ركزوا معايا. ركزوا معايا. هعمل ايه؟ هجيب امر لاين وادوس هنا
وادوس اف 8 في 8 بعملها ليه؟ عشان افقي مش مستقيم مش ستريت خط افقي او راس ماشي يا جماعه؟ فافترض ان الديسك بتاعنا عباره عن 200 سنتي راسيا كده قول 60 سنتي ونمشي كده 200 كمان نديله كلوز ماشي؟ نديله كلوز كلوز. طيب هنجيب امر لاين تاني نرسم الكرسي. ركزوا معايا بقى ركزوا معايا انا برسم البلان كل ده بلان. هرسم الكرسي افترض ان الكرسي بتاعنا عباره عن 80 كده في 60 لا خليه 80 في 80 80 في 80 وكده 80 وكلوز. انا رسمت كرسي. السؤال بقى عايز اساله لحد يجاوبني عليه. عايز انقل الكرسي ده بحيث يقع في الجنب الشمال ويبعد مسافه 20 سنتي من الديسك. ما الكرسي مش بيبقى لازق في الديسك وبعيد عنه شويه. ايه؟ قول. ايمن؟ اه اللي هي ما دي وبعدين ممتاز. في ناس صاحيه مش يعني حاول تكبر دماغك. مش لازم السماء الارض خلقت ست ايام. مش لازم الامر يتنفس في مره واحده. ممكن اعمله على مرتين صح. فده انا اعمله. هجيب امر موف وويندو واعمل الحركه دي كده واختار الراجل ده من هنا وانقله هنا. يبقى اول حاجه خدته لزقته صح مش صح؟ جميل. اجيب امر موف تاني واختار عن طريق ويندو او كروسنج. ويندو او كروسنج ما ينفعش كروسنج؟ ما ينفعش كروسنج. ما ينفعش كروسنج لان في عندي خطين منطبقين على بعض صح؟ لا كروسنج هيروحوا خطين الاثنين على بعض. فلازم اعمل دبليو انتر واعمل كده وانا غيره قلق. اكيد مش هيختار الخط بتاع مين؟ اهو ما اختارش الخط بتاع الديسك. انتر. قال لي سبيسفاي بيس بوينت اور ديسبليسمنت. اقول له صفر كوما ناقص 20 والسؤال الثاني اديله انتر على فاضي. واضحه؟ قول لي اسالين يا جدعان. مش عملنا موف مسافه؟ مش خدنا امر موف مسافه؟ جبنا امر موف اهو. قال لي سيلكت اوبجيكتس دبليو انتر وده سيلكت اوبجيكتس ثاني انتر على الفاضي. قال لي سبيسفاي بيس بوينت اور ديسبليس. انا عايز بيس بوينت ولا عايز ديسبليسمنت؟ ديسبليسمنت. افقه كام؟ صفر. راسي كام؟ سالب 20. يبقى قلت له صفر كوما سالب 20. لما سالني على السكند بوينت اوف ديسبليسمنت مش عندي سكند بوينت اديله انتر على الفاضي. حلو كده؟ جميل جميل. عايزين نحط الكرسي الثاني جنبه. اه كوبي ماشي. ادي امر كوبي سيلكت اوبجكت سوين واخترنا الراجل ده اهو. فين البيس بوينت؟ لا انا عايز يبقى على الاخر. ممتاز. يبقى ناخد اللي فوق على اليمين ديت ودي السكند بوينت اوف ديسبليسمنت وسكيب سكيب او انتر على الفاضي. بس هو ده امر كوبي بينسخ كذا مره. انا سخت كل شويه وخلاص. ونعمل موف برضه ويندو نختار الكرسي ده كده زيرو سالب 20. هو لما بعمل ويندو بيكون الامر اللي هو بيدوني ما فيش حاجه لازمه يعني مش هو بيقترح عليا حاجه. لا انت عشان كده احنا قلنا ما حدش راح دور الميه. وانت دور الميه شرحنا قصه في فرق بين ويندو وبين كروسنج. دي قصه وبين ان انا اعمل موف. لما اجي اعمل موف في اسلوبين للموف بيس بوينت وسكند بوينت وفي اسلوب ديسبليسمنت. اديله مسافه اكس مسافه واي. لو انا هتبع اسلوب مسافه اكس مسافه واي لازم لما يسالني السؤال الثاني بتاع السكند بوينت اديله انت عارف. ماشي. هو لما انا بعمل حاجه بتدور على حاجه كذا وحاجات زي دي نزلت او كده. اه. فلما انا خدت الويندو علمت على الشكل يعني. هو اللي الاقتراح اللي طلعه ده
الاقتراح ده اللي بيطلعه سواء اخترت بويندو او بكروسنج او بعنصر عنصر او باي حاجه ما بيفرقش. هي بيقول لي بيس بوينت اور ديسبيس الرساله دي ثابته. انا اخترت ديسبيسمنت و مش غير ما اختار اكتب له على طول الديسبيسمنت وانتر وانتر تاني في السكند بتاعه. ما بيديله اكس و1 مسافكش مسافكش. ما هو لما خرجت بره شرحنا القصه دي بسمعها في الفيديو هتفهمها كويس. انا كان والله بجد شرحتها كمان شرحها والله كان عشان كده بقول ايه؟ لا صدقني لا يا جماعه اسمعوا بمسافه يا جوز يا جوز يا جوز يا جوز بس كانت فلوس حسابات ان ده 200 شلت منه 80 باقي له 120 فاهم القصه؟ ماشي؟ يفضل في الاوتوكاد الا تحسب يفضل في الاوتوكاد الا تحسب ماشي؟ صح؟ بالظبط. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخد الديسك بالكرسيين اللي جنبيه واقربهم واخدين بالنا؟ واضحه يا جماعه؟ طبعا هتدخلني في متاهات كبيره جدا. ممكن لما تدخلنيش في متاهات ازاي؟ بص معايا اجيب امر كوبي اهو سيلكت اوبجكتس ويندو اهو ركزوا معايا بقى اسبيسيفاي بيس بوينت اور ديسبيسمنت. شوف الكلام الغريب اللي هعمله دلوقتي هقول له 0.0 او اي حاجه 100.100 ركزوا معايا بقى دلوقتي في لابس ال 100.100 دي هل هي بيس بوينت ولا ديسبيسمنت؟ تتخيلوا انا عايزها ايه من الاثنين؟ لا عايزها بيس بوينت. بص بقى هعمل ايه دلوقتي؟ لما يقول سبيسيفاي نيكست بوينت سكند بوينت اوف ديسبيسمنت هقول له 100.300 نقول تاني وركزوا. انا عايز اوريك بس انها مهاره يعني طبعا ما حدش بيعمل كده. ممكن واحد تاني يعملها بجليه ازاي؟ بصوا طب بصوا انت هيروح مختار ادي البيس بوينت يقول السكند بوينت فين يروح مشغل اف 8 ماشي ويروح موجهه لفوق كده ويقول له 200 ويوجهه فوق كده ويقول له 400 ويوجهه فوق كده ويقول له 600 ويوجهه فوق كده ويقول له 800 ماشي طريق ماشي كل الطرق تؤدي الى روما ولا طريقه من دول هنستخدمها اصلا كل الطرق دي صعبه جدا طبعا هاجي اعمل كوبي تاني وويندو كلهم مره واحده بالك واختار النقطه دي وامشي افق اقول له 300 وانتر 600 وانتر 900 وانتر 1200 وانتر وخلاص ده في نفس واحد ده اللي هناخده دلوقتي اللي حلنا مره امر اسمه اري يبقى انا خدها اريين خدنا اري في دوت نت اري في أمر الري يا جماعة يستخدم لعمل نسخ متعددة منتظمة غير كوبي كوبي يعمل نسخ متعددة ممكن بس مش منتظمة تحط هنا تحط هنا تحط هنا صح لكن أمر الري بيعمل نسخ متعددة منتظمة عنده نوعين من الأري في ريكتانجولار أري وفي بولر أري ريكتانجولار أري شوفوا أعمده بولر أري يعني عندك ترابيزة وكرسي وعايز ترص الكرسي ده حوالين الترابيزة طبعا عشان ترص الكرسي حوالين الترابيزة مستحيل بما أوتينا من علم صح مش صح يعني الأولانية اتزلينا وطلعت عينينا وعملناه صح وإن كان طبعا ما لهاش بدك ده احنا حبينا نعمل 100 صف في 300 في موال صح مش صح ده تقول لي 300 600 صح مش صح
هنا الامر ده بيخلص الموضوع في ثانيه واحده، في ثانيه واحده. ماشي يا جماعه؟ كلام جميل. يبقى امر اري في منه نوعين، في ريكتانجولار اري وبولر اري. لو انت شغال في ريكتانجولار اري الاثنين بيسالوك نفس السؤال، سيلكت اوبجكتس، السؤال الشهير، اختار العناصر التي تريد ايه ان تنسخ، صح مش صح؟ لو انت شغال في الريكتانجولار اري بيسالك عن عدد الصفوف، بيسالك عن عدد الصفوف وعدد الاعمده والمسافه بين الصفوف والمسافه بين الاعمده. تيجي نشوف الكلام ده، تعال نشوف الكلام ده في الاوتوكاد. هنديله اندور، اندور احنا عايزين الراجل الظريف اللي ده نعمل منه ثلاث اربع صفوف وسبع اعمده. نعم الاندو يلغي الامر كامل بجميع الجوانب. لا يعني انت في امر كوبي اخترت 50 اوبجكت ونسختهم مره واثنين، ما انا اهو جوه امر كوبي نسختهم مره واثنين وثلاثه وعشر جوه الامر كوبي ده، فانت تتراجع عن امر كوبي كله بحيثياته كلها. الله ينعمك، تعمل كوبي وتخرج وكوبي وتخرج وتخرج. ماشي. امر الري له منظر جميل اهو شايفينه، اللي هم اربع الري يعني صفوف. هنجيب امر الري. شوف بقى جاب لي شاشه جميل، طبعا ده شاشه دي من اول اوتوكاد 2002 على الواقع. في هنا حاجه فوق اسمها سيلكت اوبجكتس، شايفينها؟ هنيجي نختار قائمه ويندو ونختار كده. جميل. وانت راح مرجعني تاني، انت عايز تشتغل ريكتانجولار اري ولا بولر اري؟ كل واحده ليها حاجتها. ماشي. ريكتانجولار بيسالني كم صف يا عم الحاج؟ ثلاث. كم عمود؟ سبعة. رو اوفست اللي هي المسافه بين مين؟ صفوف، صف بين الصفوف. ماشي يا جماعه. هنقول له 200 كولومن اوفست المسافه بين الاعمده، 300. سؤال بقى انا عايز اساله، دي مسافه ايه؟ المسافه اللي هي كلير، الكلير ديستانس يعني الكرسي ده والكرسي ده اهو، المسافه اللي بينهم الفاضيه؟ لا، المسافه ما بين النقطه ونظيرتها. مصر ما ينفعش، خد بالك، ما هو بينسخ صوره حصان مثلا يعني، صح؟ صوره الحصان دي يبقى ايه المسافه منين؟ من الراس للرجلين ولا مسافه منين؟ مسافه من نقطه لنقطه مناصره، من رجل للرجل، من راس للراس، من الديل للديل، صح يا باشمهندس؟ شوف بقى الكلام الجميل بقى. الميزه زمان يا جماعه كنا بنعاني في الكاد، صدقوني ان كنت بعد ما ادخل، اولا كانت الحاجات بتدخل على في الكوماند لاين تحت، وبعد ما تدوس انتر يوريك الشكل، يطلع الشكل وحش، تروح عامل اندو وتختار تشغل من تاني، الشكل مش جميل. هنا كانت الخرم عاملين حاجه اسمها بريفيو، تتفرج على المنظر، هو ده المنظر اللي نفسك فيه؟ تقول لا لا لا، المسافه بين الديسك الصغيره ممكن واحد وهو بيرجع لورا يخبط في الديسك اللي وراه، تقوم تعمل موديفاي وتعدل الاوفست الرو اوفست، تقول انا عايزينها 250، فرجني كده يا عم الحاج 250 سم. المنظر كده حلو؟ جميل. بس ما نوسع كمان السفر بين العمدان عشان يبقى فيه طرقات تسيروا فيها السيارات. موديفاي نخليها 400 500، ده دي كده يسير فيها القطارات. موديفاي وخليها 400، تقعد سيادتك بقى ايه تظبط امورك لغايه ما تستقر. استقريت قول له اكسبت، او ترجع موديفاي وتقول له اوكي، الاثنين يأدوا نفس الغرض. ايه رايك في الامر الجميل ده؟ جميل يا جماعه الامر ده؟ صريف جدا. بيفيد قوي بقى، ركزوا معايا. ها؟ مفيش بيس بوينت، ما هو مفيش فيها بيس بوينت. هي كل النقط بيس بوينت.
نقطة إلى نظيرتها، نقطة ونظيرتها، صح؟ هو كده اه يديله المسافات بالسالب، يعني لو عايز يعمل الري لتحت يديله المسافة بالسالب، مسافة بين الصفوف بدل ما هي موجب 250 قول له سالب 250. ماشي يا جماعة؟ واضحة؟ ركز معايا، ركز معايا، واضح الأمر الظريف ده؟ ظريف ولا مش ظريف الأمر ده يا جماعة؟ أمر خطير جدا. ال ال كل لاين لوحده، يعني ممكن واحد دلوقتي يعمل لي موف وياخد ويندو الكرسي ده لوحده ويوديه بره اف 8، طبعا اف 8 كانت شغاله ويديه في الشارع. حد يقول لا؟ لا 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 ده انت لما انت رسختهم مش كان كل عنصر لوحده، كل خط عنصر لوحده، فنسخهم زيهم بالظبط. اقول لكم على حته ثانيه بس قدام شويه. بص معايا بقى، لو عندنا هنا ترابيزه خذ معايا بقى، والبشمهندس ركز معايا قال لك ما نستعير كرسي من الفصل ونحطه حوالين الترابيزه عشان نقعد ناكل مثلا، خلاص عايزين ناخد كرسي من هنا نوديه هنا ويبعد عن الترابيزه 20 سم. حد يقول لي بسرعه نعمل ايه؟ ايه؟ لا مش الري، لو اللي عايز اخد الكرسي نعمل موف الاول سيلكت اوبجكتس ناخد الكرسي. غلطت اخترت واحد غلط اعمل ايه؟ لا شيفت وكليك شمال. اقول دي تاني، مش كليك شمال بتختار، شيفت كليك شمال تلغي الاختيار. حلوه دي؟ نعم. ما خلاص بس لو حتى ماشي، يبقى يا جماعه كليك شمال بتختار، شيفت كليك شمال تلغي الاختيار. طيب فين البيس بوينت؟ ممتاز. لما يسالنا على البيس بوينت شيفت كليك يمين ميد بوينت، خد بالكم ميد بوينت من الادوات اللي مش شغاله على طول، فلازم اختارها عن طريق شيفت كليك يمين واخد الميد بوينت دي. اه السكند بوينت بقى تبقى ايه؟ حد شاطر يقول لي؟ غلط، كليك يمين كوادرانت نقط الاربع، فاكرين كوادرانت؟ يبقى اول حاجه خدتها لزقتها في الترابيزه، وبعدين اجي اجيب امر موف تاني وعن طريق ويندو او كروسنج، ويندو بس ما ينفعش كروسنج، وحركه مسافه صفر وسالب 20 نزل لتحت. نعم يا امر كروسنج مش ده المره اللي فاتت لما تيجي تختار عناصر اما تقول له سي او دبليو، دبليو سي ماشي، لو قلت له دبليو يوم يختار ويندو، يوم يختار العناصر اللي تقع باكملها داخل الاطار، اي حاجه تلمسه. بص بقى الامر الثاني بقى، بص الامر الثاني، امر اري ركز معايا، انا اللي بياكل لوحده فعايزين بدل ما كرسي واحد حوالين الترابيزه نملاها كراسي، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه، صح؟ لا لازم ده حديث، تعامل اثنين يكفي الثلاثة. طيب select objects حلو قوي، اختار ايه؟ الترابيزه ولا الكرسي؟ واحد طماع يقول لك ما ناخد الترابيزه بدل ما ترابيزه اكل واحده يبقى 10 ترابيزات، صح؟ يبقى هنختار select objects هنقول له دبليو انتر ونختار الكرسي ونرجع. انت عايز ريكتانجل ولا بولر؟ بولر. هتدور حوالين ايه؟ ما خد بالك ممكن يكون بره في ترابيزتين، ترابيزه على طعام وترابيزه فاضيه والكرسي بتاعك في النص، انت عايز ايه؟ تتقطع حوالين في الطعام ولا حوالين الفاضيه وتقعد تاكل لوحدك؟ فاهميني؟ فلازم تديله السنتر بوينت اللي هيدور حوالين. فين هي؟ اهي اللي هي السنتر بوينت بتاعت مين؟ بتاعت دي
مش جايبها ندوس اف 3 مش عارفها يبقى اهي جت. لازم نشاور بس على ايه؟ على الدايره من بره. ادي البيز بوينت هي كانت شغاله اوتوماتيك. ما احنا قلنا في حاجه اسمها ادوات مساعده للالتقاط شغاله اوتوماتيك زي الاند بوينت والكلام ده. فلو هي شغاله اوتوماتيك بتدوس عليها وخلاص. لو مش شغاله اوتوماتيك بتدوس شيفت كليك يمين واختار من القائمه اللي معانا. اخترنا البيز بوينت. ركز معايا، هناك عده طرق، هناك عده طرق لملء العناصر حول الترابيزه. اول حاجه total number of items and angle to fill. ركزوا معايا، انك تديله كم عنصر حول الترابيزه والزاويه قد ايه ترص فيها. فانا مثلا عايز احط ست عناصر بزاويه 270. حتى راجل موريك المنظر اهو، شايفينه؟ لا مش باين، نظري ضعيف. اعمل بريفيو. هو ده اللي نفسك فيه؟ لا ديفاي. انا كنت عايز ادورها مع عقارب الساعه، يبقى سالب 270. بريفيو. شفت عمل ايه؟ ايه؟ ما انت عشان الراجل يرص فيها الاكل، عشان الراجل يرص منها الاكل. قول له 360 دايره كامله. هو راجل كويس. طبعا لو واحد قال له عايزين 60 كرسي في الزاويه 360 يبقى الناس قاعده فوق رجل بعض. صح ولا صح؟ يقول لك لا خليها 30 برضه خليهم 20. يبقى اول طريقه في البولر اري، ركز معايا، انك تكون عارف الزاويه كلها. ركز معايا، تكون عارف الزاويه كلها اللي هترص عليها وعدد الايتمز. في طريقه اخرى total number of items and angle between items. انا عارف ان انا عايز ارص 10 كراسي بزاويه 20 درجه، فبدل ما اضرب 10 في 20 يبقى 200. فاهمني؟ هو الواحد بالظبط هيرص 10 كراسي بحيث الزاويه بين كل واحد والتاني، الزاويه المركزيه ما بين كل واحد والتاني 20 درجه. النوع الثالث angle to fill and angle between items. يعني عايز على زاويه 180 ارص كل 20 درجه عنصر. وهو يحدد عدد العناصر. ظريفه؟ وفي الاخر اقول له اكسب. فهمنا القصه؟ الامر ده ظريف جدا سواء كان البولر او الريكتانجولر. لما اجي ارسم واجهه عماره، لما اجي ارسم واجهه عماره 200 دور وكل دور فيه سبع بلكونات جنب بعض، واخد بالك؟ ولا مشكله ولا تفرق معايا، بالعكس الحمد لله ده كرم من ربنا. هقعد في بلكونه واحده زوقها واظبط الواجهه بتاعتها، وفجاه امر الري تريك تريك يروح مخلص لك اللي بتاعك كله. واضحه يا جماعه؟ واضحه المشرحه؟ يبقى امر الري ميزته انه بيخلص لك الايه؟ طبعا ممكن بقى بتوع عماره ساعات في الواجهات يقول لك عايزين نعمل شكل جميل. الطوب بقى ومش عارف امر الري يخلص لك الفيلم ده بسرعه. ايه؟ طوبه زايده وطوبه ناقصه، نص وطوبه. ازاي طوبه ده؟ عايز تحط طوبه يا باشمهندس. هو نفس الفيلم ده بس من هنا. بص هنيجي نعمل كوبي للراجل ده كده. حلو كده؟ واجي اعمل له كوبي تاني او من غير كوبي تاني. حلو قوي، كويس انك سالت السؤال ده. بس ايه مش هنعرف نعمله؟ مش هنعرف. هنعمله دوكا وخلاص. اعمل له كوبي للراجل ده كده، بحيث ان النقطه دي تروح في الميد بوينت اللي فوق
في مشاكل؟ اروح واجيب امر الري اقول له عبد الحاج لو تكرمت نجيبنا كوبي امر الري select objects ماشي number of rows انا عايز rectangle number of rows خلينا احنا عايزين 4 number of columns قول 7 بس خد بالك بقى من الحته دي انا ما اعرفش مقاس الطوبه كام عادي في الرو في الكولومن اوفست دوس هنا كده واختار له المسافه اللي انت عايزها والرو اوفست دوس لي هنا واختار المسافه الراسيه بس دي مش راسيه هياخد الراس منها بس تعالى من بريفيو كده لا اسف ما خدش الراس منها بس كان المفروض اسف غلط تاني هنجيب امر array select objects اهي select objects window ونختار rectangular عايزين 3 و7 ماشي المسافه بين الصفوف بين الاعمده اهي المسافه بين الصفوف المفروض تبقى من هنا لغايه النقطه دي ممكن اجيبها شيفت كليك يمين بيربنديكولار المسافه العموديه دي مسافه من هنا لغايه النقطه العموديه بريفيو كده شوف المنظر الجميل ده ايه رايك في اساس علاقتك في كل حاجه هناخد كل حاجه ما تقلقش بس انا بعرفك ازاي انك انت ممكن تنشئ حاجات اشكال جميله تنشئ اشكال ظريفه تنشئ يا جماعه اشكال ظريفه بامر اري ايه؟ انا مش سامع مش سامع ينفع طبعا ينفع ازاي؟ اديك مثال يعني واحد عايز يعمل شكل جميل تعال ناخد الكورس ده كده ماشي انا هاجي اوصل اللاين ده بده حاجه مؤقته هنمسحها في الاخر او نسيب حد مش مشكله هنجيب امر array select objects اختار لي ده وده 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 جميل اختاروا فولر واخد السنتر بوينت بتاعتنا هي الميد بوينت دي سلام معايا اقول له بزاويه 360 هختار اول واحد اقول له بزاويه 360 درجه اعمل لي 10 تعال نشوف كده الفيديو ده بنظر عامل ازاي حضرتك المنظر عامل ايه؟ خد هو من غير ما يبعده جوه نفسه لففت حوالين مركزه لف لي عمل لي شكل جميل ما قصدك ايه؟ اه طبعا اه فهمت قصدك اه كلامك مظبوط انا نسيت اقول دي ما كان في حته لسه هقولهم منهم دي ماشي خد بالكم معايا الباشمهندس بيسال سؤال اخر هو ايه؟ ان انا بس نمسح حاجات كده او سيب انت لفيت وانت بتنسخ عمال تلف في الكورس عشان يبقى وشه الترابيزه انا مش عايز يبقى وشه الترابيزه عايز يبقى يدمي دايما زي هم من غير ما يلف عادي تجيب امر اري سيرت اوبجيكتس الاول اوريك ماشي والسنتر بوينت اهي الدوران واجي هنا يا باشمهندس اقول له انا عايز بزاويه 90 درجه 90 درجه حط لي ثلاثه بس في تحت سؤال اسمه روتيت ايتمز اس كوبي قدامها صح خد بالك شوف البريفيو كده عامل ازاي
خليهم لهم يا جماعه ثلاثه هم زاويه 90 والشغل الترابيزه. قلت له لا شيل الصحايه اللي مش عايزها. كده فيديو شفت منظره عامل ازاي؟ نسخهم لك من غير ما يلففوا. اه وصلت؟ باينه يا جماعه مش باينه؟ يعني بص لدول والشغل الترابيزه، ده وش الترابيزه ولا زي ما هو؟ كان في حته باقيه لينا بس في الريكتانجل عايز اوضحها، حاجه اسمها انجل اوف اري. انت اديت له عدد الصفوف وعدد الاعمده والرو اوفست والكولوم اوفست، في حاجه اسمها انجل اوف اري. لو انت عايز تعمل ريكتانجل اري بزاويه مايله اوضحها لكم، اوضحها لكم. تعالوا نيجي هنا كده، شايفين شايفين الطوبه دي؟ هنيجي هنا في امر اري نعملها موف الاول. نعملها موف سيلف اوبجكتس ويندو، نختار الراجل ده كده. احنا عايزين نعمل ايه؟ اري. اري هو سيلكت اوبجكتس ويندو، واخترنا الراجل ده. عايزينه ريكتانجولار اري، ثلاث صفوف واربع اعمده. جميل. المسافه بين الصفوف 200، المسافه بين الاعمده 300. المنظر العادي بتاعنا عامل كده صح؟ عايزين يبقى على زاويه مايله. هنيجي هنا في الانجل اوف اري نقول 30 درجه. شوف المنظر، حد واخد باله؟ سلم يعني. واضحه يا جماعه؟ مش بايه؟ ب 30 درجه. وصلت؟ وصلت؟ ده امر اري، امر ظريف وبيخلص الدنيا في ثواني معدوده. ناخد ثلاث اوامر ونخلص. دكتور خلاص ناخد ريست.